السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكان زنقة شاطئ السعيدية يستنكرون ما يقع جراء هذا البناء الذي قام به هذا المواطن، حيث استولى على هذا الملك العمومي الذي كان على شكل حديقة ساهمت فيه المقاطعة. هذه الحديقة ساهمت فيها المقاطعة، هي التي جاءت أعطتنا السياج والتربة والأشجار التي غرسناها في هذه الحديقة. فإذا بنا نتفاجأ بأن السيد هذا شارح المنزل مع الجيران ديالنا، هو هذا شارح المنزل مع الجيران ديالنا هو هذا، والعقد ديال هذا البناء اللي شرى من عندهم المساحة ديالو هو 127 متر، 127 متر. فإذا بي نتفاجأ بأن السيد ملي جا يبني بنا 235، جابنا 235، خرج هاد الخرجة كاملة بغير سند قانوني. وحنايا كنطلبوا من السيد الوالي ينظر في هاد القضية، حيت هاد السيد هذا ابن فوق الملك العمومي. وحنايا ملي قمنا بالشكايات، السلطات وقفت هاد الشخص هذا بإذن من الوالي. كنا عملنا واحد الفيديو في طنجة 7، السيد الوالي ساق الخبر وأمر يطيحوا هذا الجزء المضاف. فإذا بنا نتفاجأ جاو يوقفوه وخلوا هذا البناء هكا. حنايا كنطلبوا من السيد الوالي التدخل، يجي ينظر في هذا البناء اللي عمله السيد هذا فوق هذا الملك العمومي، فوق هذا الملك العمومي. والسكان ديال الحي كاملين كيستنكروا هذا الفعل هذا.